تقولي يعني هال ضعفان، حتى ابن هاد بكي كله، ليش يا بابا ضعفان هيدا؟ قال لا يا بابا مش ضعفان انا، هاي منيح. بدنا يروحوهم يا عمي، يروحوهم، بدنا يروحوا لنا ولادتنا وبيتهم للولاد، ولاد ولادتهم اشتكوا لهم يعني، واشتكنا لهم احنا يعني، ما بنقدر نضل عايشين بلاهم من غير شر، ما بنقدر. احنا ما عندنا اي معلومات، ما عندنا اي تواصل خارج مع المعتقلين السياسيين سوى الزياره اللي سمحوا لنا اياها يوم الثلاثاء الماضي، سمحوا للاهالي وكانت حاله المعتقلين سيئه. يوم الاربعاء ثاني يوم كانوا المعتقلين في المحكمه، هذا اخر يعني مكان شفناه فيهم في المحكمه، كانوا حرفيا مرميين على الارض، كانوا راكين الشباب على بعض لانهم من كثر التعب والهزل اللي بعانوا فيه من نتيجه اضرابهم عن الطعام واساسا نتيجه التعذيب اللي ردول في سجن مسخ أريحة. اليوم تمت زيارة أخوي منذر، كان وضعه الصحي سيء، نفسيته سيئة للغاية، لأنه حطينه مع كتلين كتلة، مع حشيش، مع يعني وضعه كلمة سيء بسيطة يعني، حرام بكفيهم، بكفيهم. احنا بنطالب بالإفراج عنهم في أقرب وقت.